ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Are you Elias? This is teacher Abdulaziz Zakaria from E-Alam. This inshallah your course plan for this month. This plan inshallah are gonna complete Surah Al-Buruj and inshallah continue Surah Al-Inshiqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Idha as-samaa'un shaqqat وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. That's all. I'm gonna miss you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.